عقليات متفتحة وعقليات بتستثمر وتحط رؤى للاستثمار وتحط ان احنا عايزين نعمل حاجة ضخمة كبيرة، طبيعي جدا المحب يجي والمستثمر يجي. كويس، محدش فيهم بينط على النادي، لا ده هو جاي عشان قيمة الأهلي. الأهلي أكبر من الكل وأكبر من الجميع. فإنها قلنا دول المحبين، وفي غيرهم مصريين مش عايزين يتقال أساميهم على فكرة، وأنا محترم ده مش هقول أساميهم إلا إذا في الوقت المناسب، يعني لو أنا استأذنتهم. بس هنا بقى دول المستثمرين، لما بناء على الرؤى والأفكار بتاعتك أنت كمجلس إدارة النادي الأهلي، إيه اللي حصل؟ كنا بنفكر إزاي؟ بنفكر في استاد عالمي ينقل الأهلي نقلة غير طبيعية. ده حلم، وبصراحة أنا كنت بفكر في استاد شوية محلات تحتيه بس، ده اللي كنت بفكر فيه. بعد كده التفكير ده تطور إلى أن وصل لحاجة الناس، حاجة مبهرة. والحقيقة أنا عملت اجتماع في الرياض، وعملت اجتماع مع مسؤولين كبار في الرياض ومسؤولين كبار. وانا اول مره اتكلم عن موضوع الاستاد، لان انا واخد على نفسي مش هتكلم الا لما يبتدي، انا مش هتكلم فيه، بس انا بقول لكم اللي حصل. اجتمع مع مسؤول كبير في دوله الامارات، قعدنا فلقيت ان في مستثمرين سعوديين اماراتيين عرب مصريين، الموضوع ده عجبهم جدا. فانا طلب مني ان انا من المسؤولين الكبار السعوديه والامارات ان انا يعني اروح معاهم نقابل السيد رئيس الجمهوريه. انا رفضت حقيقة. رفضت ليه؟ لان انا لازم، احنا في دولة احنا عارفين نظامها، لازم يجي لي مرسوم رسمي، انا ما اتحركش الا مرسوم رسمي من مكتب رئاسة الجمهورية. كلمت مكتب رئاسة الجمهورية قال لا الزيارة دي للمجموعة دي بس، ما رحتش خلاص، قلت بس الامور واضحة لان انا بحترم ده جدا. او الكلام ده اول مرة الناس تعرفه. راحوا قابلوا سيادة الرئيس، وكانت بعد ما طلع بعد المقابلة اعتقد انه طلع في برامج وقالوا ان الرئيس يعني داعم الموضوع، والرئيس طبعا بيحب كل حاجه تدي لمصر قيمه اخرى واضافه اخرى بيبتدي فيها، وبيبتدي فيها زي ما قال لي كده ده عايز يبتدي امبارح. كل ده كويس، انا ماليش، احنا كنادي اهلي عملنا ايه؟ فكرنا استثمرنا كفكر، محتاجين ناس تخش تستثمر. احنا لغايه النهارده ما لناش دور، النهارده احنا بيستثمر اسم النادي الاهلي في هذا الامر، لغايه ما تتحط القنوات الطبيعيه وتمشي عليها هنشارك بقى في الرأي وهنشارك في حاجات كتير. دي القصة. النهاردة اتعمل للمبنى ده اتعمل أربع عقود مع شركات، شركة محرم في مصر وثلاث شركات، اثنين انجليز وواحد امريكان، هم مضوا معاهم. ده اللي وصلني، خلي بالكم انا بحب قوي ابقى دقيق في كل كلمة، فده اللي وصلني. وتقرير رسمي جالي في الحاجات دي. كويس، قريب جدا في لقاء تاني في ثلاث قطع اراضي بيختار واحده منها، واعتقد مكتب محرم وبخوم بيشوف الجسات الارض يعني انهي الاصلح فيهم، ده حسب ما اتقال لي وحسب ما مكتوب في التقرير اللي جالي برضه. ليه انا مش عايز اتكلم في الاستاد؟ لان لغايه النهارده امر كبير جدا في امر دوله، والسياسه اللي عندنا العامه السياسه العليا بتاعتنا موافقين، ده اللي برضه اللي اتقال لي. كويس، فانا عشان كده انا واقف على هذا الخط. لكن عايز اوصل من ده لايه؟ الاستثمار ده مش ممكن اقل من 5 مليار جنيه، مش ممكن، ممكن من 5 ل 7 مليار جنيه، مش ممكن اقل من كده بكل الحاجات وبكل الامتيازات اللي فيه. اوكي، النادي الاهلي فكر وفكر في تغيير شخصيه المبانيه وتطويره عشان نجيب من محبينا يبقى معانا، ونجيب من المستثمرين اللي بيدفع رعايه يدفع اكتر. وكمان النادي الاهلي فكر في استثمار يفوق الخيال، وانا دقيق جدا في كلامي، يفوق الخيال. عشان كده لا دخل مستثمرين اقوياء جدا موجودين بيتناقشوا مع الدوله. بقى انا كنادي اهلي هيستغل اسمي، ليه حقوق، هاخد الحقوق بتاعتي في هذا الامر. لكن هنا من خلال الاستثمار ده جذب المستثمرين، ده شيء اسعدني. ايه المانع ان يكون عندي مستثمرين؟ هنا مستثمرين وجب ان نشكر تاني تركي آل الشيخ. ليه؟ لأن تركي آل الشيخ علاقاته كبيرة جدا في كل الوطن العربي. وتركي آل الشيخ أول واحد كلمني في الاستثمار الكبير ده، الحلم الكبير ده. وتركي آل الشيخ
هو اللي جاب بعض المستثمرين العرب بعلاقاته كويس ومصريين بعلاقاته عشان يخشوا كلهم يساعدوا في هذا الامر. فانا بشكره لعلاقاته واستثمار علاقاته كويس وحبه للنادي الاهلي وحب لمصر، فبشكره لأنه هو عمل هذا الامر وتفاعل من غير ما يطلب منه ما يتفاعل هذا الامر. حاجه ثانيه، لكن